بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. لقد كلفت من محلة سكان محلة المنشية ببلدية الحرارة بشان تقديم رسالة شكر وتقدير واحترام وعرفان بالخدمات التي قدمها الأخ السادة عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية الحرابة. مرت علينا فترات وفترات والأهالي كانوا يعانوا من شح المياه في المحلة نظرا لبعدها عن البلدية وبعدها عن خط الشبكة المتواجدة في البلدية، فالناس سكان المحلة منهم العاجز والمسكين والأرامل والأيتام، فكان الماء معناها شح على المحلة هذه وكلفتهم التكليف معناها فترة طويلة على الرغم من الشكاوى اللي قدموها في الماضي للحكومات السابقة، لكن الآن والحمد لله بفضل الجهود التي قام بها السادة عميد وأعضاء المجلس البلدي في بلدية الحرارة تكللت بالنجاح، قد وصلت المياه وعمت الفرحة لكل بيت وكل منزل، فإن دل على شيء فإنما يدل على الخدمات التي تمت والجد والاجتهاد اللي يعملوه عميد وأعضاء المجلس البلدي في بلدية الحرارة. فبدوري معناها باسم أهالي محلة المنشية نقدم له كل الجميل والاحترام والتقدير بما لمسناه من خدمات جليلة في محلة المنشية ببلدية الحرارة. الفرحة والسعادة بوصول المياه إلى محلتنا، وهي أولا محلة بدارة وثانيا محلة المنشية، الآن يعني قرابة 20 سنة المياه لم تصل، ولكن بفضل مجهودات الحقيقة الشركة المنفذة ومجهودات المجلس البلدي، مشكورين على الشباب اللي أشرفوا على هذا المشروع، ومجهودات الشركة العامة للمياه وشباب الحرابة المسؤولين عن المياه، الحقيقة بذلوا خصال جهدهم في سبيل إيصال المياه لهذه المحلات اللي كانت محرومة ومهمشة في الفترة الماضية، ما يقارب من 20 سنة لم تصل المياه في ذلك الوقت، ولكن اليوم غمرتنا الفرحة والسعادة بوصولها، والشاهد على ذلك المياه الموجودة داخل الشوارع حقيقة يعني أثلت صدورنا بالمجهودات اللي بذلها المجلس البلدي والشركة المنفذة والشركة العامة المياه والشركة البنية التحتية اللي هي بمنطقة الهنود، الحقيقة بحضور مهندسين أشرفوا على هذا الموضوع وألحوا عليه بوجود عميد البلدية والمجلس البلدي متكامل. نحن نرفع لهم أسمى آيات الشكر والعرفان على ما بذلوه من جهد وعلى ما بذلوه في سبيل إيصال الخدمات.